أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً بشأن تصريحات الرئيس الأمريكي حول الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكدت مصر أن الدور الذي قامت به في حشد وإدخال المساعدات إلى غزة كان قيادياً ونابعاً من شعور مصر بالمسؤولية الإنسانية عن الأشقاء الفلسطينيين بالقطاع. وأضاف البيان أن مصر ضغطت وبشدة على جميع الأطراف المعنية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، إلا أن قصف إسرائيل للجانب الفلسطيني من المعبر لأربع مرات حال دون دخول المساعدات. وأكد البيان أن مصر منذ اللحظة الأولى فتحت معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش. أضاف البيان أن مصر تحملت ضغوطا وأعباء لا حصر لها لتستطيع تنسيق عملية إدخال المساعدات، وأنها في سبيل ذلك وما زالت تقوم باتصالات مكثفة مع جميع الأطراف سواء الإقليمية أو الدولية أو الأممية للضغط من أجل دخول المساعدات وزيادة كميتها بالشكل المطلوب، وأن 80% من المساعدات التي تصل للقطاع هي مقدمة من مصر. كما أشار البيان إلى أن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وأن أي محاولات أو مساعٍ لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل.